إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نريد أن نقول لأنفسنا أحبابي في الله، هذه أنفسنا التي بين جنبينا، نقول لها: إلهي إلهي بمن أرتجي، وما غير عفوك عني أريد. إلهي إلهي بمن أرتجي، وما غير عفوك عني أريد. عبيدك قد أوصدوا بابهم، وما لي سواك إله العبيد، وما لي سواك إله العبيد. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل، بأن لديك شفاء العليل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب، وأنت الذي تقل الذنوب، وأنت الذي تقل الذنوب. وأحسن منها، أحسن من هذا الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.